حدث أيضا مع ضيفنا السيد كمال مرجان الرئيس حزب المبادرة ضيفنا اليوم، واللي كان البارح وقع مع جبهة الإنقاذ على بيان صادر عن جبهة الإنقاذ خرج البارح، واللي حملوا فيه المسؤولية المباشرة للترويكا وبالخصوص لحركة النهضة في تعطيل الحوار الوطني. سي كمال مرجان اليوم مشارك في الحوار الوطني و الأسماء المتحاور حولها والمقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة، بعضها من عمل مع حكومات بورقيبة والبعض الآخر عمل مع حكومات بن علي. ماذا يعني هذا للسيد كمال مرجان؟ سنتحدث معه بعد لحظات. رأي تونسي في دور كمال مرجان بيكون ضيفنا بعد لحظات، في المشارك في الحوار الوطني بصفته الحزبية والتجمعية والدستورية. كمال مرجان في الانتخابات ما يخوفش، ولو فهمتني كان وزير سابق في عهد بن علي ما نظنش كان يخوف، انسان نزيه، انسان دبلوماسي يعرف اش يخدم، بحيث معناها كمال مرجان يستحق فهمتني ولا باش يكون في الانتخابات. ما خافوش من الناس هذوما، مش على خاطر خدم مع الحكومه البايته قبل فهمني ولا نقولوا لو ثوب الواحد، لا فما ناس فهمني ولا خدمت فهمني ولا وهو نظاف وعندهم باجاج ويعرفوا كيفاش يسيروا بلادنا. اذا ضيفنا السيد كمال مرجان رئيس حزب المبادرة، اهلا وسهلا سي كمال. المبادرة الدستورية باش نحكيوها، المبادرة والمبادرة الدستورية. مرحبا بك سي كمال، كل عام وانت حي بخير. كل عام وانتم حيين بخير والشعب التونسي كله بخير، وسعيدا نكون معكم وعم مشاهدي الوطنية الواحد. ما يقلقكش كلام كي من هكا يجي من عند مواطنينا؟ لا شيء طبيعي، لانه الانسان اولا ما ينتظرش انه يكون هناك اجماع والا الناس الكل موافقته، كل واحد ورأيه، ونحن اليوم إذا كان كسبنا شيء بعد الثورة وبعد 14 جانفي هو حرية على الأقل. أنا فهم مواطن خايف منك ما يقلقكش كمال؟ مش يخاف مني لأنه عنده كسياسي معني لا كسياسي، ولكن شيء معقول أنه إذا كان كل واحد مش تقعد تقرأ له حساب على أساس ربما وتقعد تقنع فيه نقوم بالواجب لهذا باش نصحه، ولكن هو حر في الآخر في أي قرار يتخذه. مش نبدأ بسؤال حول من انه فينا معناها نبداو حول اليوم وجود اربع اسماء مرشحه لرئاسه الحكومه توفر فيها عامل الخبره، وهذوما شروط والنزاهه والكفاءه وهي اربع اسماء يلي خدم في 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 حكومات بورقيبه او من خدم في حكومات بن علي. انت اليوم كملت اياماتك الاخرانيين مع بن علي حتى 14 جانفي، دستوري قدم روحك انك دستوري على انك تجمعي ايضا، ماذا يعني لك هذا؟ لا الحقيقه الشيء اللي يعني هو بالنسبه للاخوه اللي وقع الاتفاق عليهم في الاخر، لانه ما ننساوش انه بدينا ب 20 اسم ووصلنا في الاخر الى خمسه كما وريتوها في التقديم، وثم سي منصور طلعت حال قرر انه ما يكونش في اللعبه هذه او في المسار اللي اخذيناه. قعدوا أربعة، صحيح ربما كنت نتمنى أنه من بينهم على الأقل يكون شاب من شباب تونس اليوم، وهذا مش مجاملة وإنما هذاك الواقع متاع المجتمع متاعنا، ولكن نظرا لضرورة أنه الشخص اللي مش يتحمل المسؤولية اليوم مش مسؤولية سهلة في وضع البلاد في صعوبة كبيرة، وضع حرج جدا، وبالضرورة أهم شيء لازم يكون عنده تجربة في الحكومة، لأنه ما ينجمش يكون إنسان لأول مرة باش يدخل، وحطيناها شرط من الشروط بطبيعة الحال يكون في الحكومة الأخيرة ولا قبل الأخيرة ولا حتى في حكومة الرئيس بورقيبة منذ الاستقلال، معناها هذه معناها فما معايير أخرى كذلك حكمت، ومقترحات جات من عدد من الأخوة. هل أصبحوا سياسي كمال هؤلاء مستقلين رغم معرفتنا بالتصادم اللي صار بين التجمعيين والدستوريين مع الاتجاه الإسلامي؟ هل هذم مستقلين؟ شوف احنا الاستقلال نبحث فيه اليوم هو استقلال في الوضع الحالي او حياد، هو في الواقع مش استقلالية، هو حياد، واهم شيء انه المرشح لرئاسة الحكومة لا يكون انتمى
على الأقل الآن منتمي إلى أي حزب من الأحزاب حتى يمكن له أن يتعامل مع كل الأطراف السياسية من نفس المسافة. نعم. هذا هو أن يكون فماش إنسان يصل إلى هذه الدرجة خاصة في المسؤوليات السياسية بدون ما يكون عنده انتماء حزبي في وقت من الأوقات، وربما هذاك هو اللي أعطى فرصة أكبر لما نسميهم اليوم بالكبار، لأنهم الصغار الكل والشباب الكل اليوم ربما يكون عنده انتماء ويكون عنده نضال، لأنه هذاك وقته ربما نشوفه. وإن شاء الله هذه أمنيتي أنه بعد انتخابات اللي إن شاء الله نوصلها في أقرب وقت يكون عندنا حكومة معناها كما هو الشأن في عديد من الديمقراطيات الأخرى. نعم. شفنا في أمريكا لما نشوف نلقاو المعدل لرئيس الجمهورية في الولايات المتحدة 47 سنة، معناها شوف حتى وكان نبدأ من واشنطن إلى اليوم، شفنا رؤساء الحكومات في بلدان كما بريطانيا كما فرنسا كما إسبانيا كما البرتغال، وبالتالي غادروا الحكم في منتصف الخمسينات. في منتصف الخمسينات صحيح، وإحنا ندخل الحكم مع بعد الستين. ظرف خاص يا محمد، ظرف خاص هذا نتحدث فيه على كل هذاك الموجود اليوم، وإن شاء الله المهم أنه نوصل رئيس حكومة اللي هو يكون في المستوى ويكون الناس الكل متفقين عليه. لو نجح الحوار الوطني لا توزعت الغنيمة ونسب النجاح لآباء يعني متعددين، اليوم احنا في مرحلة فشل نعتبره فشل مؤقت للحوار، شنو مدى مسؤوليتكم في الفشل هذا؟ مسؤولية جماعية. لا لتحديد المسؤولية. لا تحديد مسؤولية. شو الدور اللي قمتوا به انتم؟ حزب المبادرة الوطنية. نحن طبيعة الحال موجودين في هذا الحوار بفعل وجودنا في المجلس، مجلس تأسيسي ككل الأحزاب الأخرى، فما 21 حزب اليوم حاضرين في الحوار هذا واللي رضاوا، فما اللي هم موجودين في المجلس بطبيعة الحال ورفضوا أن يكونوا في الحوار هذا. الحوار هذا ما فماش طريقة أخرى اليوم باش يصير وفاق وطني وباش نبنيو الفترة الانتقالية الجاية بدون ما يكون فما حوار. شنو المواقف اللي دفعتوا عليها أنتم؟ احنا موقف بالنسبة لهذه ولا بالنسبة للموقف في الحوار الوطني؟ لا الحوار الوطني احنا موقفنا واضح، وهو أنه ليس لنا بالضرورة باش نختاروا فلان أو فلان. الأربعة اللي وصلنا لهم اليوم وكنا حتى في اللجنة الخاصة اللي حضرت للأربعة هذم باش وصلنا لهم، ما كانش عندنا موقف ضد أي أحد، نعتبر أنه نحكمه بطريقة موضوعية. الأربعة اللي وصلنا لهم ناس قادرين. لم يكن لديكم أي مرشح؟ أنا عملنا ربما ترتيب باش نكون واضح، وذكرنا اسم سي محمد الناصر في الأول، ولكن ليس لنا اليوم أي موقف ضد مثلا تعيين سي أحمد ولا تعيين من يأتي ما بعده في الترتيب. نعم من يأتي بعد يا محمد الناصر؟ حطينا سي أحمد المستيري، معنا فماش مشكل، سي مصطفى كمال النابلي ولا سي جلول. معنا بالنسبة لنا أهم شيء هو أنه لا يجب لهذا الحوار أن يفشل في خاصة في النقطة هذه، لأن هذه هي اللي باش تبدأ بها، كان مفروض في بدايتها هي نبدأ العد التنازلي كما 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 اتفقنا. أنتم متشبثين بسيد محمد الناصر في الترتيب الأول بقدر تشبث الترويكا وخاصة حركة النهضة وتكتل. نحن نريد الحقيقة أن نصل إلى حل، وحزبنا حزب معتدل، حزب وسطي يفهم شنو معناها الدولة ويعرف شنو صعوبات الحكم، وبالتالي نريد وندفع ونساعد على إيجاد حل توافقي. مش غريب أنه يستقبلك أحمد المستيري في المقابل ترشح محمد الناصر في المرتبة الأولى؟ لا شوف، أولا تقابلنا مع تقريبا كل المرشحين فيهم حتى اللي مش موجود في تونس، وتكلمنا بالتليفون. صحيح تقابلت مع سي أحمد الأسبوع الماضي، وتقابلنا ما كانش الهدف أنه باش نمشي له باش نطلب منه أنه يكون مترشح ولا ما يكونش مترشح، كانت زيارة مجاملة بعد ما حضرت في ذكرى وفاة الزعيم الراحل المنجي سليم. قابلنا غادي القى كلمه جيده نقول سي احمد باسم الكل، معناها في شان المرحوم موجي سليم، تحدثت انا وياه وقلت بودي ان نزورك لانه مده ما شفتوش، وكان خاصه صديق الوالدي لما والدي كان في النضال السياسي، وبالتالي مشيت كزياره مجامله. تحدثنا بطبيعه الحال في الوضع، ماناش باش نتحدثوا في الكوره ولا في مسائل اخرى، و حسيت انه عنده رغبه في الترشح، هذا ما فيش ادنى شك، ولا اعتقد انه فما خطا انه سي احمد المستير يكون من بين المرشحين لهذا، انه ما يصيرش وفاق هذا شيء اخر، لكن احنا ليس لنا اي اعتراض ليه هو ولا لغيره، معناها حتى اذا كان قلنا اسم سي محمد الناصر، لانه سي محمد تحدثنا معه قبل ذلك وتكلمنا في هذا الموضوع، لانه مش احنا باش نقرروا ولا حزب معين باش يقرر، هذا قرار مش يتخذوه مجموعه الاحزاب المعنيه بالامر، والاهم هو ان نصل الى وفاق حول هذه المساله. شنو بس يحيلك انه اليوم احنا بين يا اما الازمه او واحد من هذه الاسماء الاربعه او من الاسمين الاثنين محمد الناصر واحمد المستيري؟
يا الازمه يا واحد من هذوما. هذا اليوم وهذا اللي نتمناوه، وهذا علاش احنا كحزب ما حبيناش نقولوا معناها ضد هذا او ضد هذا، بل بالعكس نعتبر انه الاربعه قادرين باش يسيروا البلاد بطبيعه الحال، كل واحد في مستوى معين ربما، ولكن اليوم الاهم هو انه نخرج من هذه من هذا المازق اللي احنا فيه. ما هو تصوركم الخروج من هذا المازق؟ حاولنا يا سيدي، احنا وصلنا الان 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 علق الحوار، ما هو تصوركم؟ احنا تصورنا انه حتى في يا اما يصير فما اتفاق بين الاربعه، والكلام هذا موجود معناها اذا كان الجمهوري ان يكون دمج الرباعي. ترفض صحيح، لكن مازال مطروح، معناها ربما حتى كان ما يكونش الاربعه يكونوا اقل. حاولنا وخليني يكون واضح انه نخرج حتى على الاربعه، اذا كان فما شخص ربما نسي او وممكن، وخليني نكون واضح مش نأكد حاجه لهنا مهمه جدا الحقيقه في تقديمكم، فما شيء نحب ناكد عليه انه حضرنا في الاجتماع اللي صار امس في نطاق الجبهه. نعم. هذه نحب نوضحها لانه الخبر مش صحيح وتنفسر علاش، ولكن حاب ناكد حاجه اخرى زادها بالنسبه للشعب التونسي باش يعرفها، وهذا من ناحيه اخلاقيه نحب نقول هذا، انه ذكر اسم سي عبد الكريم الزبيدي كبديل. سي عبد الكريم من طرف من ذكر هذا الاسم وخرج من الحكومه بارادته هو الاستقال، الحكومه الحاليه في الواقع، وقال اتصال من رشحه؟ كان فما عديد من الاطراف. انتم تعلمون ان علاقته سيئه مع رئيس الجمهوريه المؤقت. انا نفسي فكرت فيه. تعرفوا لي علاقته سيئه مع رئيس الجمهوريه المؤقت؟ نعرف انه علاقته سيئه برئيس الجمهوريه واستقال من اجل ذلك، لكن الوضع اليوم اذا كان رئيس الجمهوريه هو نفسه ما يتحملش المسؤوليه، وهو كان مفروض هو يساهم في ايجاد حل للوضع. خلوش اللي مش تخلقوا ازمه جديده؟ ما نخلقوش ازمه جديده. اذا رئيس الدوله يرفض. ما تخلقتش، ونحب ناكد لكل المشاهدين وللشعب التونسي الكل انه سي عبد الكريم رفض. مش صحيح انه لانه قالوا قال اعطى شروط، ما اعطى حتى شرط. رفض رفضا باتا، ومهما لماذا كان الظرف انه امر يخصه، ما معناها قال انا عندي موقف، ليس لي اي نيه لا في الترشح ولا في تحمل اي مسؤوليه في الوقت الحاضر، ودائره هو موجود خارج تراب الجمهوريه، موجود في جيبوتي. موجود في جيبوتي بالضبط. نعم. طيب انا وصل الكلام كذلك على سي الفاضل الخليل اللي هو كذلك راجل كما يقولوا وزير سابق في بورقيبه ايضا. نعم. تعليق الحوار سيد كامل مرجان، تعليقه أمس في منتصف الليل، هل بالنسبة لكم هو إعلان فشل هذا الحوار؟ شوف ربما سامحوني بكل تواضع باش نقول شيء، أنا عشت أزمات عديدة مش في تونس ولكن في أنحاء عديدة من العالم. دبلوماسي سابق وتعرف المفاوضات سابق، ولكن في أهم شيء أني تحملت مسؤوليات في حفظ السلام في الأمم المتحدة وفي أزمات كبيرة، ونتكلم على الكونغو اللي هي أكبر بلاد ربما بعد الجزائر من ناحية المساحة ووضعها الاقتصادي ووضعها الاجتماعي ووضعها السياسي، في حرب كانوا فيها سبعة دول من ناحية وسبعة منظمات ربال معناها من ناحية أخرى، وشفت معناها ومتعامل مع أشخاص. نعم. نعم. معناها غير هذه، معناها عشت في كثير من المناطق الأخرى بما فيها أفغانستان وإيران وقت الثورة وغيرها، مش لازم مش نذكر معناها تجربتي في هذا المجال، وما أشاهده اليوم في بلدي لا شيء بالنسبة للشيء اللي شفته في عديد من المناطق الأخرى. ما نحبوش نوصلوا غادي سي كمال، ما نحبوش نوصلوا غادي، إن شاء الله مش نوصلوا، وأنا أؤمن أنه مش نوصلوا، ولكن من دائما سي كمال المواطن التونسي اليوم مش متعود بهذا، وأنت تقول لي أفغانستان والكونغو الديمقراطية. ما شوف معنا مسؤولية في هذا كذلك، احنا كسياسيين وأنتم كإعلاميين، ما يلزمناش هذا، يلزم فما شيء مهم جدا في الحياة السياسية وفي الحياة العامة على العموم، وهو أنه الإرادة هي اللي تعطي الأمل، وإذا كان مش نبدأ من نهار الأول نقولوا هذا فشل وهذا فشل وهذا فشل انتهى الأمر، فما مسؤولية مش نكذبوا على الناس، ولكن إذا كان كل واحد منا باش يؤمن أنه خلاص الأمور انتهت فوقتها فعل الدنيا السلام. بلادنا صحيح في وضع صعيب، بلادنا في وضع اللي يلزم الناس الكل تتكاتف مع بعضها، ومش لازم اليوم ربما ما نكونش عندنا وقت باش نتحدثوا على المستقبل، لاني اؤمن انه لازم باش نخرجوا منها. سي كمال الرباعي الراعي، والبارح في المؤتمر الصحفي نتاع السيد حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قال راني باش نخرج لو كان ما نوصلش الحل بعد التشاور، راني باش نخرج نقول من يتحمل المسؤوليه في الوضع اللي وصلنا له، وربما احنا سنسعى الى فرض اسم ولا فرض مقترح، ومعناها المسألة أصبحت على شوف معناها سيدي. قريبة برشا من الفشل. شوف سيدي، أنا قريبة برشا من الفشل لكن مازالت مش فشل، يبقاش أمل بصيص احنا باش نشدوا فيه. لم نحكم عليها بالفشل، ترى احنا سؤال يعني. وأنا موافق جدا، وهذه مناسبة باش نشكر
سي حسين العباسي اللي عمل لها قائمة، هو والرباعي الكل الحقيقة عمل سيشهد له ولهم به التاريخ. نقولها بكل توازن، مش حتى بكذا. راه فما شيء إيميل زولا يقول حاجة مهمة جدا، خليني نقول لك savoir où l'on veut aller c'est important mais il faut surtout et encore montrer qu'on y va. معناها الإنسان لما يكون عنده توجه ماشي فيه، صحيح انه باهي كيبدا عارف وين ماشي، ولكن يلزم كل واحد منا يبين انه بالفعل ماشيين في هذا الطريق، كل واحد ماشي يتحمل مسؤوليته في هذا. نحن واضحين سنساند كل من يمكن ان يكون عليه وفاق، وسنساند ما يقوم به الرباعي لايجاد حتى كيلزم حل جديد، مش مقتصر على شخص ولا على اثنين. مقترح حمد امامي ترشيح حسين العباسي له مقترح واقعي؟ والله شو بقول لك بكل صدق، واقعي او مش واقعي ما نعرفش، اما علاش لا؟ وشخصيا لا، علاش لا؟ اذا كان هو يرضى، واذا لاني شفت في الرجل كثير من خصائص القياده، رباطه جأش كبيره، صبر ايوب واكثر من ايوب، ولاش لا؟ انا بالعكس معناها لما سمعت الاخبار قلت هل طرح اسم محمد النوري جويني؟ طرح لكن لم يطرح بصفة رسمية، لأن يظهر الحقيقة ما اتصلتش بسي النوري منذ مدة، ولكن يظهر أنه هو غير راغب في هل تم تداول إمكانية تعيين شخصية عسكرية وأمنية على رأس الحكومة؟ لم يقع هذا بصفة رسمية، ذكر اسم الجنرال عمار في وقت من الأوقات، ولكن بطريقة ربما مش مركزة، لم يطرح بصفة رسمية في طاولة الحوار. لا في ما تعرف، هو فما طاولة الحوار هذيك هي الرسمية، ولكن فما حوارات طاولة أخرى حوارات معناها جانبية اللي ربما في بعض الحالات تكون اسم آخر طرح من طرف رضوان المصمودي مدير مركز الإسلام والديمقراطية الذي لا يخفى يعني قربه من حركة النهضة، طرح اسم الدكتور حمودة بن سلامة. هل هذا يؤشر إلى أن النهضة يعني تجس النبض باسم جديد بديل لأحمد المستيري؟ مانيش هارب من السؤال، هذا وارد. سمعت نفس الشيء اللي تفضلت به واللي قلته، سؤال مطروح ممكن كذلك يقع النظر فيه. نعرف علاقة سي حمودة، ولكن نعرف دوره كذلك في السابق، هذا ممكن كما طرح كذلك. وخليني نقولها، بتتفكروا من الأول بالكل اسم مدام وداد بوشماوي، وعودت لها نفس السؤال، ولكن نعم. ولكن رافضة. وبالتالي الأهم كما قلت، مهما كان الشخص، الأشخاص اللي ذكرناهم الكل، كل واحد فيهم عنده من الكفاءة ما يمكن أن يساعد به البلاد. بتجربتك الدبلوماسية سي كمال مرجان، عند وقت يصير فما بلوكاج في زوز أسماء وقت فما مفاوضات وكذا، في العادة يتم الاستغناء عن الأسماء هذوك مزوز، ولا ويجي اسم ثالث واسم رابع ربما، وإلا حتى الأسماء الأربعة المطروحين تفسخ الأردوازة وتعود من جديد؟ ما يحصل غالبا أنه تتحط في الجيب على أساس أنه لو كان فما فرصة أخرى تعود تخرج، إذا كان ما وصلناش الحل بالمشروع الثاني أو بالمقترح الثاني. نعم، نحكيو على المقترحات على الأقل، ما نحكيوش على الأشخاص. نرجعوا لي مسألة توقيعكم، والبارح ما في بيان جبهة الإنقاذ تذكر من طرف سيد حمد الهمامي وقت المؤتمر الصحفي من سليل وشوية، قال حزب المبادرة مصح معانا، ثم خرج بيان فيه حزب المبادرة من بين 13 حزب اللي وقعوا على هذا البيان، واللي جاء فيه ما جاء فيه وأنه تحميل ما حركة النهضة مسؤولية فشل هذا الحوار بسبب تعنتها وبسبب تمسكها بمرشح الأوحد سيد أحمد المستيري. أنت قلت عندي ما نحكي فيها. لا عندي ما معناها فما شيء نحب نوضحه. نعم. أنه لم نمضي، حضرنا الاجتماع بعد نهاية الحوار، بعد نهاية النقاش بالأمس، كما حضرنا اجتماعات لجنة أو جبهة الإنقاذ خلال كل الفترة اللي كانوا فيها النواب خارج المجلس، بدون أن نكون أعضاء فيها، لأنه صحيح معنا في عديد من المواقف عندنا مواقف متشابهة ومشتركة، ولكن مش بالكامل، ولا لن نعتبر أنفسنا ملزمين، لأننا لم نمضي على شيء لا في السابق ولا بالأمس. فما طبيعة الحال بفعل ما حصل في المدة الأخيرة أعترف وأقول أنه صار تقارب، لأنه فما هذا هو فما ما فيش إشكال، ما يقلقنيش، لأنه اليوم يا سيدي ما تخافش تخسر صداقتك مع حركة النهضة والترويكا. شوف أنا صداقتي مع أي تونسي
وصداقتي مع أي إنسان يحب البلاد هذه، واللي صدق خلي صدق، واللي ما يصدقش ما يصدقش، ما عنديش حتى إشكال في هذا. أنا نعرف شنو نحب ونعرف شنو الهدف متاعي. الهدف متاعي هو باش نساند، باش نساعد بلادي بدون أي هدف شخصي، وبالتالي كل ما يمكن أن يساهم في أنه الجو العام وأنه الوضع العام تاع البلاد يتحسن أنا معه بدون أن أنظر إلى أي جهة من الجهات، وليس لي صداقة بالذات مع هذا أو مع ذاك. ما شكل التقارب سي كامل مجد؟ التقارب مع من؟ مع جبهة الإنقاذ أو مع نداء تونس؟ يا سيدي، جبهة الإنقاذ أو أي أو نداء تونس أو أي حزب آخر اليوم على الساحة السياسية، إذا كان مش نبدأ وما زلنا نفكروا بما يعاب علينا، وقت نقول علينا معناها لا تقولوا تساترة أو ما يسمى بالأزلام والكلام اللي ما عنده حتى معنى. اليوم أنا نقولها، تونس اليوم وغدا وبعد غد، إذا كان ما فماش حد أدنى من التوافق، وأنا أنادي وسمعت معناها والحمد لله فما ناس بداوا يعودوا فيها، ميثاق وطني بيننا مهما كانت خلافاتنا. لما نتكلموا على الإقصاء رانا نقصد به الناس الكل، ما يلزمش يكون فما أي إقصاء في البلاد، وتجربتنا الديمقراطية تجربة جديدة لا يمكن أن نبدأ بها كما حاصل توا في ألمانيا 50.5% ولا 51%، لازم يكون فما وفاق وطني حول التمشي اللي مش ناخذوه. سواء ما شكل التقارب سياسيا وحتى ولو مش معناها مع من بالذات، أنه مش يجي أخصائي بعد يعرف الكلام هذا خير مني، حتى بالنسبة للشؤون الاقتصادية لازم يكون فما اتفاق بين كل الأطراف إذا كان نحبوا باش نرجعوا بلادنا في مستوى اللي احنا نتمناه له. نعم سيد ياسر فخفاخ وزير المالية بعد الحدث، ما شكل التقارب ومع من؟ مع من؟ مع الكل، مع الكل. يجب ان يكون، ما ينجمش واحد يقترب من الكل. شوف لا لا هذا موقف رخو يعني. لا مش رخو، لا ابدا، على اساس انه تموقعوا اصحاب مع الناس الكل. لا لا مش اصحاب مع الناس الكل، لا لا لا، مو في الاخر مش تاخذ قرارك انت تو باش يجوا الانتخابات باش نمشوا مع الناس الكل، مش مع الناس الكل. اما اليوم نحبوا نلعبوا دور في تقريب الشقه بين كل الاطراف، لانه نختلفوا على كثير من الاشياء، ولكن يجب في وضع كما اليوم نخليوا مشاكلنا ونخليوا خلافاتنا السياسيه ونخموا في مصلحه البلاد. اليوم كما نتصور أنه بعد الانتخابات ما تنجمش تكون حكومة في تونس تحكم ب 51%، لأنه ما زلنا ما تعودناش على الحكم بهذه الطريقة. يجب يكون فما وفاق بين عدد كبير من الأطراف، نجم يكون طرف خارج منه 20% ولا 25% مش مشكل، ولكن المهم أنه فما أغلبية ما نسميها معناها الماجوريتي فورت، أغلبية قوية اللي باش نجم تحكم في البلاد، واللي من اليوم يلزمنا نبداو نخدموا لها بتوافق كبير بيننا في كل طيب. المسائل الأساسية. طيب حكيت على المشاكل الاقتصادية، توجهنا بالسؤال هذا لبعض النواب، نواب المعارضة بالتحديد، وسألناهم اليوم في وضع الحوار الوطني رغم أنه متعطل نتيجة الأزمة السياسية واقتصادية، شو توصيفهم قلنا لهم لهذه الأزمة وأسباب الأزمة الاقتصادية والسياسية؟ رح أعطيك كلمة جوست بعد، خلينا نشوف التقرير هذا. تتالت الاحتجاجات والتصريحات النارية على الأداء الحكومي من قبل المعارضة لحكومة جبالي وفيما بعد الحكومة اللي ترأسها علي العريض. الجانب الأمني كان من أبرز الاحترازات التي أعرب عليها الشق المعارض، الذي اعتبر أن حكومة ترويكا كانت عاجزة تماما على توفير الأمن للتونسيين وخاصة السياسيين منهم، باغتيال كل من الشهيدين شكري بالعيد والحاج محمد الإبراهيمي، وتفشي خطر الإرهاب في كامل أرجاء البلاد. المعارض الأمنية ما كانتش منها في المستوى، خاصة مع تفاقم العنف وتفاقم وصلت حتى الاغتيالات السياسية، كيفاش بناها الحكومة الأولى والثانية غطت على برشا أشياء. بدأ الإرهاب يظهر في حكومة السيد حمادي الجبالي، ونتذكر جميعا الذين يتدربون في جبل الشعام وقيل عنهم أنهم يمارسون الرياضة، وقع التساهل معهم ونما ظهر هذا الإرهاب الآن بصفة جهلية. روابط حماية الثورة تصول الجول في الشوارع والحكومة منها غض طرف. ومن زاوية أخرى كان الوضع الاقتصادي المتردي من أهم النقاط اللي خلت معارضين يطالبوا بالإسراع بحل الحكومة أمام تراجع تصنيف تونس وترتيبها في أغلب التقارير الدولية، بالإضافة إلى عدم القدرة على السيطرة على الأسعار اللي عرفت ارتفاع كبير وواضح مما أضعف القدرة الشرائية لدى المواطن. القدرة الشرائية متاع المواطن اللي دهرت. تونس اليوم الاقتصاد متاعها منهار، وشوفوا حتى البنك الإفريقي للتنمية وقف باش يدعم تونس في القروض، كيف البنك النقد الدولي. الميزان التجاري عاجز حاليا ب 8 مليارات من الدنانير، كيفاش ثم هو كبيرة فيما يخص
الميزانية ثم قرابة 5.3 مليار دينار. فشلت أيضا في الترقيم السيادي للدولة التونسية، قاعدين نراو فيه قاعد يدهور، التدهور وتراجع الدينار التونسي. فيما يخص القوانين الخاصة بالمالية، مثال ميزانية 2013، كيفاش أنا أعتقد الحكومة مشات في الاتجاه المعاكس بضغط الجبائي على الشركات الصغرى والمتوسطة، اللي خلاها معناها ما تنجمش تكون عندها الأريحية الكافية باش تنجم معناها تشغل وباش كيف كيف معناها تنجم عندها قدرة تنافسية. وأيا كانت أخطاء الحكومة أو المعارضة، فإن مصلحة بلادنا تتطلب منا اليوم استخلاص العبر من الماضي ووضع اليد في اليد إكراما لدماء شهدائنا اللي ماتوا ضحاوا بحياتهم باش تعلو راية الوطن ويعيش التونسي مرفوع الرأس. تشترك في هذا تشخيص كمال؟ الخاتمة خاصة مهمة جدا، أعتقد ماشي في نفس الكلام اللي كنت تقول فيه. هذا هو تحليل معناها لقراءة البعض النواب للتوصيف؟ لا مش نحكي على الوضع الاقتصادي. نعم. لا الوضع الاقتصادي نعرفه صعيب، وأعتقد أنه معناها الميزانية اللي مش يحكي عليها السيد الياس فخفاخ أكيد أنها مش تغطي هالناحية هذه، سواء كان بالنسبة لغلاء المعيشة، سواء كان بالنسبة للوضع متاع الدينار على السوق الدولية. أنا وضعنا الاقتصادي واضح أنه وصف حكومة الترويكا بالفشل ليس إجحافا في حقها. شوف، الوضع صعيب بالنسبة للكل، معناها خلينا نقوله أنه إنسان يجب يكون في نفس الوقت معناها واقعي ولكن نزيه في حكمه. الوضع صعيب اليوم، وخليني نقول مش نحب نخوف في اللي مش ياخذوا المسؤوليه بعد الحكومه هذه. نتمنى لهم كل التوفيق، ومعناها يلزم الانسان يعرف انه مش يكون في موقع سهل ابدا، لانه الوضع مش يتبدل بين يوم وليله، والوضع فيه داخلي وفيه خارجي وفيه اقليمي اللي اثر على وضع الاقتصادي والسياسي، وبطبيعه الحال الاثنين متماسكين، خاطر الوضع الامني كذلك عنده تاثير على الوضع السياسي والعكس صحيح. سي كمال، في حديثك عن الترشيحات قلت انه عندكم حتى مشكل انتم مع الشخصيه اللي يصير حولها توافق، لكن شو تصوركم لصلاحيات الحكومه القادمه؟ هل هي حكومه انتخابات والا حكومه لها صلاحيات كامله قادره على مراجعه التعيينات، على النظر في ملف روابط حمايه الثوره، على مقاومه الارهاب؟ شو تصوركم؟ نحن تصورنا انها تقوم بكل ما تستوجبه المرحله الحاليه معناها كحكومه كامله الصلاحيات، وهذاك علاش من بين الشروط اللي حطيناه هو معرفه بعديد من الميادين. معناها الشخص اللي باش يكون مسؤول على الحكومه يجب يكون انسان اللي يعرف بالحكم وبما تقتضيه هذه المسؤوليه الكبيره. صحيح مش تكون لمرحله معناها محدده، مش مرحله طويله، المهم انه في اقرب وقت. مسؤوليتها الاولى هي طبيعه الحال ان تمر هذه الانتخابات في وضع معناها طيب وفي ظروف طيبة، لكن بصلاحيات كاملة. لكن بصلاحيات كاملة، لأنه اليوم البلاد تحتاج كذلك إلى قرارات. اليوم البلاد لما نشوف الأمور الأمنية لا يمكن أن نبقى في هذه الوضعية، ولازم معناها. وذاك علاش حتى لما جاءت الفكرة أنه ربما يكون حتى أن سوبر مينيستر كما يقولوا أو وزير معناها في مستوى عالي مسؤول على الأمور الأمنية، وواحد ثاني على الأمور الاقتصادية، باش يكون هناك معناها مسك بكل الأمور كما يجب. اليوم الأولويات هي أولا الأمن والاقتصاد، هذا أهم داخل شيء. داخل الحوار الوطني تعبروا عن مواقف حزب المبادرة أو ثم تنسيق مع الطيف الدستوري خارج مائدة الحوار؟ باش نكون صادق، ما عندناش تنسيق، معناها ثم حزبنا ينسق مع احزاب اخرى، احزاب وسطيه، ربما معناها ما عندهاش وجود كبير كما الاحزاب الكبرى، قلنا معناها ربما في مستوى معين، ولكن ثم جبهه جديده قاعده تتكون، جبهه وسطيه وجبهه اللي عندها علاقات اللي ربما تتطور في يوم من الايام الى اكثر من جبهه. نعم. طيب يعني ما ننساوش انه فما 21 حزب، وما نتكلموا كان على 3 أو 4 فقط، لكن فما مجموعه اخرى اللي عندها كلمه في الموضوع وعندها اكثر ربما مما يتصوروه عديد من الناس. حتى نختم، سالتك على حزب المبادره سي كمال مرجان شنو يراه في الوضعيه هذه، المخرج ما جاوبتنيش. ما هو رايكم انتم اليوم، تصوركم للمخرج؟ هل عندكم اسم مثلا يمكن يطرح اسم اخر؟ معناها اليوم كاسم اخر الحقيقه ما عندناش، معناها ملتزمين بانه نساندوا اي واحد من الاربعه اللي يصير عليه اتفاق. حاولنا كما قلت لك محاوله شخصيه نجم نقول هذا. تحبوش تعديوا للمبادره انتوما؟
نعم نحن باش نتعداو للمبادرة. لا تعدينا المبادرة بشي عبد الكريم مثلا، نتحمل مسؤوليتي في هذا، انا اللي اتصلت به وانا اللي حاولت باش نقنعه، وحاولوا ناس اخرين بطلب مني باش ناثروا عليه وما نجمناش ناثروا عليه لانه واخذ موقف واضح من هذا. بين امس واليوم الحقيقه ما جانيش اسم اخر، واذا كان لقينا حد لان اعتقد انه فيه امكانيه احنا سنقوم بهذا، لانه هذا واجبنا على كل حال حتى نخربين من المسؤوليه. ماذا تردون على سيد حمادي جبالي وكان في بلاستيك الاسبوع الماضي؟ ايوه سالناه على اليوم علاقته ب شكون اقرب لك، نداء تونس او المبادره الدستوريه للحركه السيد فكان قال من يمكن من النظام السابق ان يخدم الثوره عليه ان يتوب وان يعتذر، وباب التوبه مفتوح. شوف احنا ماناش في توبه، لاني اعتقد انني انا شخصيا لن اتوب، ما عنديش توبه بكل تقديري لسي حمادي. انا قلت للشعب التونسي وكنت اول من قال ذلك، اذا اخطات في حقك فانا اعتذر، لكن مش نتوب. انا ما اعتبرش نفسي في الخمس سنوات اللي عديتهم في الحكومه، خلينا نكون واضحين، اني ظلمت، واذا كان ظلمت عن غير قصد فمره اخرى نعيدها وما يقلقنيش. اعتقد انه العائله الدستوريه ككل نهار من نهارات يلزمها تعمل نقدها الذاتي، لكن نقدها الذاتي معناها تقوم به بصفه واضحة أمام الجميع، كما يقوم به كل أو تقوم به كل الأطراف الأخرى، مش كان احنا، لأنه ثم كنتوا في السلطة الأخرين ما كان حتى حد يحكم معاكم. صحيح. نقد ذاتي لشنو؟ نقد ذاتي للأعمال اللي صارت خارج السلطة سي محمد. شنو الأعمال اللي صارت؟ ثم في السلطة أنتم دخلتوا الناس للحبوسات، أنتم اللي أنتم مسؤولين على يعني مسار كامل من يعني 50 سنة. شوف الأخطاء وال 50 سنة أعتقد ما فيهاش إلا السيء. وإذا كان اليوم معناها تونس شادة نفسها مش على خاطر كل شيء كان سيء، ومش لازم هذاك مش نحلوا معناها الملف هذا، أعتقد أنه لازم نحلوا على الأقل حقوق التعدد الديمقراطي. هذا متفقين فيه. النقطة اللي فيها ضعف حقيقي هي نقطة الحريات والديمقراطية، هذا متفقين فيه. لكن لما نشوفوا البلاد، خليني سامحوني، ولو أنا كان معايا منذ تقريبا شهر صديق اللي هو بعيد كل البعد عن العائلة الدستورية، واليوم في حزب آخر، وكان ربما قريب حتى من الـ ومعروف لأنه زميل من زملائكم، معناها من الكبار ومن الناس اللي يكتبوا مليح. دا يدافع على بورقيبة بطريقة أني يعني في الأخر قلت له يا سيدي يا أخي يا دكتور يا أخي تدافع على بورقيبة أكثر مني. قال لي ندافع عليه لأني أنا من عائلة بسيطة، واليوم والدي عنده 4 دكاترة كل واحد في ميدان، وأنا أعترف له بذلك. هاوش خلى اليوم ينجموا يقولوا في دساترة ولا في بورقيبة ولا في غيره. وبالتالي فما أشياء نتحملها ندافع عليها، وفما أشياء بتبعة الحال إلا لازمنا نعترف أنه أخفقنا فيها، وخاصة في النقطة هذه. لكن البلاد فين كانت وين صبحت اليوم، من ناحية الهيكلة، من ناحية التعليم، من ناحية المرأة، تصوروا دقيقة واحدة وربما معنى هذا كان واحد ينجم يجي في بلاست النظام بورقيبة ولا واحد يعمل نفس الشيء. معناها كان واحد ينجم يجي بتونس في سنة 60 ويتكلم عن البلانيك فاميليال، تنظيم العائلة وقت إيطاليا ودول الكاثوليكية ما زالت فيها حرج. تعرف ان وقت الاستقلال كنا احنا وسوريا في نفس المستوى بالنسبة للسكان. سوريا فيها 23 مليون، يوم تتصور تونس اليوم فيها 23 مليون، تتصور تونس اليوم فيها 15 مليون. نعم. غير بورقيبة كان حد ينجم يعملها هذه، اللي ما يعرفش الواقع وقتها ما عادش يتكلم. شكرا سيد كمال مرجان، بارك الله فيك على حضورك معنا. شكرا على الحضور، بارك الله فيك. سعيد جدا. شكرا. الى اللقاء. شكرا.